مكساج باستديوهات مرحبا ترحيب تنبه للمواجب العصيلة الحقوق محفوظة عد ما لاحت بروق وعد ما حنحن وعدها للزفات والشيلات والقصائد وسحر الموسيقى يا هلا بالليل قوم يشفي الروح العليلة وللطلب بدون حقوق أو استفسار التواصل على جوال 05-333-48-02-01 يا وجيه النور كشمس لا جات بكبدها 04-8-02-01 مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة وعد ما لاحت غروب وعد ما حنحن بعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العنيدة يا وجيه النور هاك الشمس لا جات بكبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم ماجد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم ماجد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم ماجد والمدايح كلها فيها قليلة الزيون أوصافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مدينة شيخ عز وشيخ طالة والمواقف هو أسد من زحول الماخذين المجد وسيوفه وخيلة لابد أن تغفر بالأفعال الجزال وتعتمدها لابد أن تغفر بالأفعال الجزال وتعتمدها وفهري يا أم ماجد فيه وانت له سبيلة ذاك راعي المرجلة وللمراجل هو سندها يا عسى الجنة مقرة والنبي فيها خليلة جعني قبره روضة في كل أوقاته يريها انت أخت اللي لهم فالناس مقدر وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها لك عيال هم طهاطف وهم رسل قبيلة العريبين الجدود وموساك من نشدها الله يبارك الثامر ليلة من ألف ليلة ليلة فيها السعادة ويفرح الكل بسعدها وانت رمز الجود يا ثامر والأوصاف النبيلة يا وريث أبو ماجد وأفعالك ما فقدها يا وريث أبو مفعله واسمك ما فقدها وانت رمز الجود يا ثامر والأوصاف النبيلة يا وريث أبو ماجد وأفعالك ما فقدها ربعك اللي يكسبون الطيب ويا نعم القبيلة عزوة كروم شل البيوت لا عمدها غنية ترحيب قل قدر فاشعر وشيلة مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها 4-8-0-2-1